دلوقتي مع حضراتكم هزور مصنع الهرميل لإنتاج السلاج، وهو أول مصنع لإنتاج السلاج الهام جدا للإنتاج الحيواني في منطقة الدلتا. خليكم معنا. اللي حضراتكم هتزوروه دلوقتي مصنع المراعي للسلاج، أهم الأعلاف للإنتاج الحيواني سواء تسمين أو حلاب. باختصار، ما ينفعش مربي منتج للحوم أو الألبان يستغنى عنها، وعلى فكرة طاقة المصنع ده بتوصل ل 15,000 طن سنوياً. أما يعني إيه سلاج؟ فهو مفروم الذرة البيضاء أو الصفرة، بيجمعوها من المزارعين وتتفرم وتتكبس بمرور اللودرات فوقيها، ويضاف ليها بكتيريا نفعة ومضادات سموم، وتتغطى بمشمع، وبعد 45 ل60 يوم تكون اتخمرت وصفت ميتها واستوت، فيعبوها في شكاير بلاستيك للمربين أو للتصدير للدول العربية، يعني بيخلوها تحت الطلب ومتاحة طول السنة للمربين في مكمورة جوه بناكر أسمنت ضخمة، مش بس في موسم حصاد الذرة. مصنع المراعي أصحابه هم آل الهرميل، يعني استثمار عائلي، ومصنعهم اللي في الغربية وتحديداً كفر الزيات، يعني في قلب الدلتا، هو الوحيد المتخصص في إنتاج سلاج الذرة. وخلي بال حضراتكم، الموضوع مش سهل، وأي غلطة بتصيب الذرة بالعفن ويفقد بروتينه تماماً، يعني قيمته الغذائية تبقى صفر. تعالوا في البداية نقابل مصطفى الهرميل، رئيس شركة المراعي لسلاج الذرة، عشان نفهم أسرار الصناعة. مصطفى الهرميل، مشروعك حلو، مشروع لإنتاج سلاج الذرة، بتخدم على كل محافظات وسط الدلتا، لان انت صح. الوحيد اللي في الدلتا اللي بتصنع السلاج، صح كده؟ صح. في ناس ممكن تبص على الصناعه دي انها هي صناعه بسيطه، يعني ايه سلاج وبنحطه نكمره في مكان وبعد كده نبيعه بعد 60 يوم. تمام. لكن مهمه جدا عشان خاطر ما بقاش في سموم فطريه في العلف اللي بنقدمه سواء حلاب او تسمين. تمام، صح كده؟ صح. عايز افهم منك الشغلانه بدات معاك من امتى؟ الشغلانه بدا من سنتين او ثلاثه بالظبط. قبلها كنت شغال مثلا في تسمين او حاجه؟ قبلها عندنا مزارع بهايم، وعارفين مزارع البهايم والتسمين والسلاج بيتعمل ازاي. حولناه من السلاج اللي هو بيتعمل بالطريقه اللي هي الطريقه المبدئيه بتاعت الفلاح البسيط لصناعه محليه. حضرتك بتقول ان انت كنت اصلا مربي. تمام. تسمين وبتنتج كمان البان، صح كده؟ الطريقه بتاعتك زمان اللي كنت بتعمل بيها السلاج ازاي، والنهارده طورتها ازاي؟ لا يعني كم رب كنت بتعمل ايه مبدئيا؟ الطريقه الاولانيه اللي هي الطريقه المعروفه، اللي هي السلاج بيتحط على الارض وبيتكمر وبمشمع تربه طينيه عاديه. تربه طينيه عاديه. فكرنا فيها بقى ان احنا نحافظ على المنتج من بدايته عن طريق عمل البناكر، اللي هي البناكر الخرسانيه، نحافظ فيها المنتج. بناكر زي اللي احنا شايفينها دي، زي اللي احنا شايفينها دي بالظبط، خرسانيه معزوله. معزوله. تمام. ايه تمام. اهميه بقى العزل ده؟ اهميه العزل ان هو بيحافظ على نسبه البروتين اللي فيها، نسبه الميه، نسبه الكبس. طب خلينا نفهم الناس. تمام. انت حضرتك بيجي لك السلاج من الارض، صح بالزبط. كده اللي هو الذره مفروم، المكان بيفرمه في الارض بالظبط، بيجي لك هنا او عند اي مزارع من تمام. الارض بيحطه ويفضل يكبس فيه بونش او جرار يمشي عليه بهراس او هراس لغايه ما يكبسه للاخر خالص، وبعدين يحط عليه مشمع. ده الطبيعي اللي بيتعمل. ده الطبيعي. ايه اللي بيحصل بقى لو التربه طينيه؟ لا، التربه الطينيه بتعرض للبكتيريا، بتعرض لنسبه الميه انها بتنزل في الارض. والميه دي عباره عن ايه؟ الميه عباره عن نسبه بروتين مكمله للمنتج اللي الدور السلاح. راحت منه. هو فقط نسبه البروتين اللي هو عايزها اصلا. اللي هو عايزها اصلا. تمام. هنا بقى في البنكر بتختلف، هي بيبقى الذره كام في الميه؟ 8 تقريبا، من 7 ل 8. 7 كل ده بيروح بسبب تسرب الميه دي في التربه. بالظبط كده. طيب بيبقى الوجبه اللي باقيه وجبه اشباع، مش وجبه بروتين. ماده مالئه فقط بيها اي تحويل او زياده في الالبان. بالظبط، صح كده. بالظبط. النهارده انت بتعمل له ايه؟ النهارده انا بجيبه بقى طبعا بحطه في البنكر، طبعا بنقوم بعمليه التخزين، اللي هي الموسم دوت بيبقى 3 شهرين في السنه. احنا اللي هو موسم حصاد الذره، الصفراء او البيضه. الصفراء او البيضه. احنا طبعا هنا جبناه عملنا له المصنع هنا في الدلتا، هو بيشتغل بالطريقه المبدئيه البدائيه اللي هي بيجيبه يحط في الارض يهرسه، سواء بجرار سواء باي ماده، ان هو بيحط عليه مشمع وبعد كده يلجا للراتش. طبعا موضوع الراتش دوت، اللي هي التربه اصلا الطينيه ديت، دي ماده بتساعد المنتج دوت مع نسبة المية للوصول لأكبر نسبة عفن. الطن بيخرج من كام عندك؟ الطن حاليا احنا كنا بدأنا ب 900، وصلنا ل 1000، وصلنا ل 1050، وصلنا ل 1100.
واحنا كان نفسنا ان هو يثبت على 900 او 1000، بس الامر ما بقاش بايدينا، الامر فيه احنا بندخل يعني معظم عبواتنا عبوات بلاستيكيه. طبعا في ظل ارتفاع الاسعار احنا بنحاول ان احنا ما نرفعش الاسعار، وبنتحمل تكلفه المنتج اللي هي الشكاره البلاستيك دي، طبعا شكاره مهيئه لحفظ المنتج داخليا. انت راجل بتاخد طن سلاج من الارض من المزارع لغايه عندك انا وصال 500 600 جنيه الطن، صح كده؟ تمام. معقول تكلفتك جوه المصنع تضاعف التكلفه لغايه 1050 و1100؟ منتج الشكاره لوحده بيتعدى ال 200، لان هي الماده الوحيده اللي بتحافظ على المنتج هي الشكاره البلاستيك، لانه بيدي نفس القمر اكنه مكمور برضه. لان بيدي نفس القمر كانه مكمور. اي تنج نشا كان فيه 300 جنيه في عماله وكهرباء، عماله وكهرباء وطبعا معدات واضافات، بتضيف اضافات اللي طب بتضيف ايه بقى؟ مضادات سموم فطريه؟ بضيف مضادات سموم فطريه، بضيف مضادات بكتيريا، بضيف املاح معدنيه. والابيض اللي فوق ده ايه بقى؟ لا الابيض اللي فوق ده عباره عن طبقه بودره بس طبقه خفيفه. كالسيوم؟ بتضيف كالسيوم للعلب برضه؟ بتضيف كالسيوم، لازم بنسبه نحط بننزل بنسبه بحيث ان احنا نحافظ على المنتج بشكل كويس جدا. حجم انتاج قد ايه في المصنع هنا؟ يعني احنا بننتج من حوالي من 15 ل 20,000، لان على حجم ضغط الانتاج المكن. بس انا عايزك تطور المكن. هنطور. تكلفته قد ايه التطوير؟ في حدود 6 مليون جنيه. لو المكن ده 15 ل 20,000 طن، انت ممكن بالمكن انت بتقول عليه ده تعدي ال 50,000 طن. بالظبط. صح ولا لا؟ احنا دلوقتي بندور في شركات بعتنا لها وردت علينا، في شركه من هولندا وفي شركه تركيه، فاحنا بنحاول نشوف الانسب ونتعاقد معاه. على فكره قال الهرميل بيصدروا السلاج لفلسطين وعمان والسعوديه وجاهزين لاي طلبات تصدير، وخاصه انهم داخلين على مرحله توسع كبرى باحدث معدات تصنيع للسلاج، وده هيوصل بطاقتهم ل 25,000 طن سنويا. بدات التصدير؟ صدرت. حلو شكله حلو. صدرت فين بقى؟ صدرت عمان، صدرت فلسطين، صدرنا السعودية. انت بتزرع ولا بتتعاقد مع مزارعين؟ احنا بنزرع وبنتعاقد مع مزارعين، وتعاقدنا مع شركات، في شركات ياما بدأنا نتعاقد معها. شركات زراعية؟ شركات زراعية. تعالوا بقى نقابل كريم السعداوي مدير مصنع سلاج المراعي عشان نتعرف على منتجات المصنع. خليني اتكلم معاك على مراحل التصنيع. تمام. من اول ما بتبدأ الزراعة الحصاد. تمام. بنعمل ايه في الحصاد ده؟ أيوة. تبقى عدان طويله 4 متر. تمام. ولغايه لما بنحولها لمكمورة وبنبيعها بعد قد ايه؟ والله حضرتك هو بنبدا الشغل اثناء فتره حصاد الذره. تتدخل في الزراعه ولا مالكش علاقه؟ لا لازم يكون لنا نظره في الشغل عشان نشوف الارض نفسها والمنتج نفسه، الكوز الذره المحصول ما ده له عامل، لو نسبه الذره الكيزان خفيفه في الارض بتاثر على الذره هنا على المكمورة بتقلل نسبه البروتين. في عندي سلاج عادي وسلاج مخلوط ببرسيم حجازي. السلاج العادي نسبة البروتين فيه من 8 ل 9% او من 7 ل 9%. اللي عليه برسيم حجازي بنسبة من 8 ل 14%. تمام. بالنسبة طبعا بنعبي في شكاير، الشكاير مميزة، في شكاير لون ابيض فيها المنتج العادي. الشكاير الثانية فيها شكاير صفراء فيها المنتج اللي عليه برسيم حجازي. دي ال 14%. 14%. الشكارة عبوها 50 كيلو. انا متهيالي ان تكلفة استثمارات مصنع للسلاج يعني معدات ومباني اقل بكتير جدا من فلوس السلاج، يعني انت محتاج فلوس تشغيل عشان تشتري. طبعا محتاج رأس مال رصيد زيادة عندي عشان اخزن بيه الكمية المطلوبة للمصنع. بحتاج من حوالي 10 مليون تقريبا عشان اكفي الاحتياطي بتاع اللي شغلنا طول السنه. يعني حجم استثمارات مصنعك قد ايه؟ معدات بس؟ معدات بس تقريبا من حوالي 3-4 مليون. دلوقتي عايز اسالك على حاجه، انا بعمل السلاج بتاعي في مزرعتي. تمام. صح كده؟ اقنعني ليه لازم اجي اشتري من عندك؟ بالنسبه للمزرعه بتعمل المكموره كلها كوم واحد. تمام؟ انا عندي مش برضه قلت لحضرتك مش هيبقى عامل حاطط نفس المواد اللي انا حاططها في المكموره. تمام ادي واحد. دي منت. تاني حاجه هيبقى في نسبه هادر في المزرعه جامد. وانت عندك هادر اهو. لا بس ده نسبة لا تعد 1%. 1%. بالنسبة للمزرعة هتلاقي من 30 ل 40%. يا والله، لأن طبعا ما فيش نسبة الحفظ اللي موجودة عندي. نقول تاني، السلاج الجاهز بيتعبى في شكاير بلاستيك عشان يستمر القمر ليه طوال فترة التخزين في المزرعة، ونسبة الأعفان تقريبا لا تسكر أو صفر، والسموم الفطرية برضو تقريبا صفر. كمان ما فيش هالك في السلاج، واللي بيوصل عند المربين اللي بينتجوه لحوالي 40%، وبتكون نسب الأملاح والمعادن مظبوطة سواء للبقر الحلاب أو عجول التسمين، والبروتين بيكون بالنسبة اللي ربنا خلقها للذرة، وبتوصل ل 14% للحلاب بإضافة البرسيم الحجازي لخلطته، و 8% للتسمين، وبالتالي الحيواني حق أفضل استفادة منها. دي وغيرها من العوامل تخلي السلاج الجاهز بالتأكيد يكسب، وزي ما بيتقال ادي العيش لخبازه.